تعزز مساحة المسعى الحالية رؤية السعودية نحو تمدد المشروعات العمرانية في الحرمين الشريفين من أجل استقبال ما يفوق 30 مليون معتمر في عام 2030. موسم الحج كان مميز الحمد لله بنوع من النظام وبنوع من السخاء وبنوع من كل تدخل الإدارة المكلفة بالحج في الوقت المناسب وفي أسرع وقت ممكن. كل شيء موفر، كل حاجة موفرة، الخدمات سهلة، الطلبات موجودة، الحمد لله والله يخلف على الشعب السعودي. حقق مشروع المسعى خلال مسيرته التطويرية المتتالية عبر سنوات ماضية قفزات ناجحة، حيث بات بإمكانه اليوم استيعاب 118 ألف ساع في الساعة الواحدة، وهذا ما بدا واضحا في قدرته على استيعاب أعداد أكبر من ضيوف الرحمن. بالنسبة للتنظيم، بالنسبة للسعي، بالنسبة للطواف، كل الأمور صراحة ميسرة، إن شاء الله يتقبل منا ومن جميع المسلمين إن شاء الله. الحج ما شاء الله ميسر، كل حاجة ميسرة، وجزاكم الله خيرا والله، وربنا ميسر الحمد لله. بمساحة إجمالية تجاوزت 87 ألف متر مربع أزدان مشروع المسعى بطوابقه الأربعة، وأضحت لغة الرهان في ربط إيقاع الانتقال السلس بين الساعين والطائفين وسهولة التنقل عند أداء الشعيرة. الحج كان موفق ما شاء الله، موفق في أجواء حميمية، ربما تمكن أن تكون كانت هناك زحمة في الصفا والمروة، ولكن كل شيء كان على ما يرام الحمد لله، جزاكم الله خير. والله الحق ما شاء الله تبارك الله، يعني هذا العام ما شاء الله ميسر من جميع الخدمات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع وأن يجزي الحكومة والقائمين على هذا الشيء، يجزيهم خير الجزاء بما يقدمونه من هذه التسهيلات العظيمة. تحاول السعودية بلورة أفكار التطوير المبنية على نظرة مستقبلية تفرضها تحديات المكان والزمان اللذين يشكلان العائق في مرونة البناء إن لم يخضع لدراسة عصرية لا تؤثر في قاصدي الحرمين الشريفين. من داخل المسعى، خميس الزراني، العربية.